تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. شهدت معتمدية تالا من ولاية القصرين منذ ظهر اليوم وإلى حد الآن تهاطل كميات متفاوتة من الثلوج وصلت إلى 4 سنتيمترات، وقد تراكمت الثلوج بالطرقات الرئيسية للمدينة وبالطريق الوطني عدد 17 الرابطة بين مدينتي تالا والقصرين، ما استوجب تدخل اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة باستعمال الآلات الكاسحة الموضوعة على ذمتها. وقد تم وضع كافة المعدات والتجهيزات الضرورية على ذمة اللجنة بتالا للتدخل في الإبان وما تستوجب الأمر ذلك. من جهتها تشهد معتمدية العيون من نفس الولاية بداية تساقط الثلوج مع انخفاض كبير في درجات الحرارة. الحقيقة اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة في أتم الاستعداد كانت بصفة استباقية، كنا ركزنا على عديد النقاط اللي من المفروض ينزل فيهم تنزل فيهم الثلوج. تدخلات كانت الحقيقة حسب نطبعوا فيها إلى حد الآن هي تدخلات معناها ناجعة، انتشار للمعدات والوسائل لدرجة وتجهيز الحمام المدنية، وكل الوسائل الموضوعة على ذمة اللجنة الجهوية. أكيد فما جوانب أخرى تهم الاستعدادات نتاع التدخلات الاجتماعية ثم التدخلات اللي تهم الإدارة الجهوية والتجارة في تعليق الدروس، وإحنا بالطبيعة معنا القرار هذايا مش يكون ساري معنا تيلت الفترة هذه نتاع نزول الثلوج، يعني ربما تتواصل غدوة، وبالطبيعة احنا قاعدين نتبعوا في الأحوال الجوية. وكانت مراسلة الأخبار من القصرين نادية رتيبي قد وفتنا بمراسلة حول تطورات الوضع الجوي في مختلف معتمديات الولاية ومدى جاهزية السلطات الجهوية والمحلية للتعامل معها. هذه هي معتمدية تالا التي تزينت بغطاء أبيض متكون من الثلوج التي تهاطلت أو تتهاطل منذ عشية اليوم على تالا ومختلف عماداتها، ثلوج بلغ سمكها 5 سنتيمتر. فرق الحماية المدنية وأعوان التجهيز واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تتدخل منذ عشية اليوم لمزح الطرقات وتسهيل حركة المرور، وقد تسببت هذه الثلوج إلى تعطيل الدروس بمختلف المؤسسات التربوية إثر قرار صادر عن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، وأيضا تقرر تعليق الدروس منذ الساعة 4 من عشية هذا اليوم بمختلف المؤسسات التربوية بمعتمدية حيدرة. ومن المتوقع بحسب صادر عن الحماية المدنية أن يتواصل تساقط الثلوج بمختلف المناطق.